صراحة المسرح فخم جدا. اخوي طلال البحيري تعلمت منه شيء، انه يوم تاكل لا تصور نفسك وانت تاكل، فانا خلاص من اليوم وصاعدا ما بصور نفسي وانا اكل، ما اسوي دعايه الا اذا الاكل كان خفيف يعني اقدر اكله. الحمد لله على السلامه يا ابو ناصر، نورت الكويت وقرت عيننا كلنا بالكويت وبالخليج وبالعرب وبالعالم كله. ردتك لنا سالم يا الحبيب. يا ابو ناصر، خليت سمعة المواطن الكويتي ودولة الكويت خارج الكويت ذهب، والمواطن الكويتي محبوب في جميع دول العالم، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل سياستك الخارجية والداخلية. الحمد لله على السلامة ونورت، واليوم الكويت كلها مستعصر. عين ما صلت على النبي، حادث توني داعم واحد وكاهو لاحقني المغفر. الحق بالحق، يلا سويت حادث، خليك ايجابي اضحك. مخفر بحليفه كل اللي فيه من الريسبشن للضباط للمحققين، يعطيكم العافيه كلكم على تعاملكم الحرفي والراقي. في واحد اعتقد هم بعد مسوي حادث، فقاعد انا انطر ورقه الحادث، كان يقول لي طالب حيري، قلت يا عمري ممكن صوره؟ قلت حجي المكان ما يسمح. بس يلا، وتو الحين داز دي الصورة مخفر، شوفوا حلويات كراميلو. أول شيء أنا والله زبون قديم عندكم، أصلا عندهم خصم 30% على كل الحلويات بمناسبة رجوع صاحب السمو بالسلامة، ومو غريبة عليكم يا إدارة كراميلو مشاركة الكويتيين في مناسباتهم. ارفع الشاشة، ادش انستغرامهم، وعليكم العافية يا الربع. بوريكم فيديو وبعدين ابي اعلق عليه، وعندي سؤال بريء 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 ابو البراءة. شوفوا حلو حلو. اول شيء شكرا، جزاكم الله خير كل اللي ذبح لسلامة أمير الكويت صباح الأحمد الله يحفظه إن شاء الله. سؤالي البريء، أهل حقوق الحيوان واللي يتأثرون بالحيوانات عزكم الله، اللي كلب موت طلعوا الحين تكلموا، لا تكفى اطلع تكلم، لا لا يرحم أمه، قول ليش ذبحون البعارين حرام، هذا عنده بيبي. في ناس يعني من الترف الزايد والفراغة أو أنهم حديثين نعمة، صار عندهم قيمة الحيوان عزكم الله أهم من قيمة الإنسان. إنسان يموت، ينظلم، يتمرمط في معاملات عادي، بس عزكم الله الكلب أو القطوة اللي عندهم بالبيت يحوشه مرض تنقلب الدنيا وما تقعد. ويقولون لك إن الإسلام كذي، لا الإسلام مو كذي، الإسلام قال ترفق بالحيوان عزكم الله، تشربه ماي، تعطيه أكل، أما تبديه على الإنسان اسمح لي تصير أنت الحين بوريكم فيديو وايد قصير، شوفوا لأي مرحلة وصلنا.